فانتازي، اختصاصي في الجراحة التجميلية والتقويم لمدة 33 سنة في الميدان. أول شيء اللي يمكن أن نقدمه به المواطن المغربي والشعب المغربي هو نبارك له جوج الأعياد اللي غادي يكونوا في نفس واحد. أولا وهو عيد الأضحى اللي هي فرصة الجمع بين العائلة، جمع بين الأشخاص، جمع بين الناس اللي كيتحبوا، اللي غادي نهضروا في هذا الموضوع. وبالخصوص كاين عيد العرش اللي كيتناسب في نفس الوقت مع عيد الأضحى. وبهذه المناسبة بالطبع أننا كنقدموا تهاني الحارة إلى جلالة الملك في هذه المناسبة اللي فيها عيدين، كنقدموا له السلام والتحية بمناسبة لا عيد الأضحى ولا عيد العرش. ونتمنى أنه يبقى ذخراً لهذا البلد ويبقى المغاربة جنود مجندة وراءه للوصول إلى الهدف الذي يطلبه منا واللي يمكننا حتى احنا كنترجى ونصلوا له. اليوم ماذا يمكن أن نقول على ما وقع، يقع أو سيكون؟ ماذا وقع في العالم بالنسبة للكوفيد هو لا يخفى على أحد. نحن نواجه مخلوق لا معرفة ولا بطاقة تعريفا له، أنا ما كنعرفه لا الجنسية ديالو لا الأصل ديالو لا منين جا فين ماشي كيفاش كيعيش كيفاش كي. اللي يمكننا نعرفه وهو أنه نوع من الفيروسات الذي لا تتنمى إلا داخل خلايا الجسم ديال الإنسان، شيء مهم باش يعرفه أي واحد. لا يمكن للفيروس كوفيد أو كورونا أن يعيش في جسد ديال المواطن وديال الناس. وهذا أنا الموقف ديالي الاتحاد الوطني لمدة حملة وطنية باتحاد شامل لمدة 15 يوم فيها مترو والكمامات وتوسيع شامل إلى الدولة. ما عندها شهادة التحاليل يخلي اللابوراتوار يدخلوا بدون ما يخلص لا ضرائب لا تي في لا والو، وكل واحد اللي قال لك باغي يدخل يدخلوا، لأن الفائدة غادي تعم وغادي تشمل كاع المغرب كله. كنت أنا والله حتى نشملها عليهم كاملين. اللي قال غادي تحليل دخل زيد مرحبا، واش كاين شي واحد مريض وغادي يمرض واحد من عائلته؟ وانا خصو يعرف راسو مريض، لان المصيبه هو هذا الكوفيد يشدك وكتبان صحيح ما فيك والو وليني تعدي واحد اخر. نعطيه واحد تحليله بسيطه ديال ليمينوغلوبيلين جي، الا كانت حتى الام كان احسن، او جي ام اي الا داروا ثلاثه كان احسن. والا كان هذاك الشيء ايجابي كتعاود تصيفطو. وفي نفس الوقت يخص واحد الدعم للتبرع بالدم، لان غادي نوصلوا واحد الفتره حرجه هو ما غاديش المراكز ديال تحقن الدم ما يلقاوش الدم. وفي نفس الوقت تعطي الدم ويديروا له تحليله مجانا، غادي يتفادوا جوج نوبات، يعرف راسه واش مريض، وثانيا غادي يدير تحليله وداك الدم غادي ينفع واحد اخر يعيش به بدقة واحدة. غادي تربح جوج مرات، دير تحاليل وغادي تعاون واحدة أخرى باش تعتقو. معناها كاين عدة وسائل اللي يمكن لها الدار واللي تكون في مصلحة المواطن. سيدي احنا مازلنا في مرحلة الخطر. خطر كيفاش كتمعني بالخطر؟ احنا ليسين في خطر، احنا في واحد الأزمة. الأزمة واش غادي يموت المغاربة كلهم؟ خطر. واش كنا غادي يموتوا؟ احنا ماشي في حرب بالنووي. العدد الموتى اللي في الطرق وبالسيجارة وبالكونسير اكثر من هذا. قول لي واش السيدة اللي كيقتل
10,000 واش في خطر؟ واش السرطان حنا في خطر؟ واش الخطر هو يعاود يدوز هذا كوفيد 19 يجي كوفيد 20 وكوفيد 20 يجي كوفيد 21 يخصنا واحد لا واحد ان سوليوشن ماجيك خصنا واحد واحد طريقة سحرية يلقاو فيها الحل. الوسائل السحرية اللي معروفة في العالم هي البسيطة جدا. كنذكر واحد الكلام ديال واحد الأستاذ جامعي في أمريكا اللي كيقول أنا غير بدلتها باللغة العربية باش نفهموها، ما أصعب ما هو سهل. باش دير شي حاجة سهلة كتجيك صعيبة. والواضحات المفضحة. ما كاينش ما يا با بلو ديفيسيل كو دو فيغ سامبل. لو بلو سامبل اللي هو أصعب. ولو بلو سامبل هو اللي كيعطي النتيجة أحسن. وكنظن وكنقول وكنأكد أن إلا مشينا لهذه الوسيلة السهلة الله يجازيك بخير بغيتي تخرج عندك اقتصاد الخدمة خرج، ولكن إلا شتي شي واحد قرب ليك وما دايرش الكمامة على مترو قول له بعد مني وسهلة وهذه ماشي صعيبة. واش دابا بيني وبينكم دابا جوج مترو شنو كتسمعونيش؟ واحد بينك وبينه مترو ما يسمعكش غادي يسمعك. الكلام ديال النظافة هي صعب تقولها لواحد المسلم اللي هو ملزم أن يغسل يديه 5 نوبات. معنى النظافة من الإيمان. أنا كيكون عندي إحراج باش نقول لواحد مسلم بحالي بحاله نقول له سير نظف راسك، يقول لك سير أنت بعدها يصلي. معنى أن النظافة هذا من الأسس يمكن نهضروا عليها بطريقه ديال النظافه من الايمان او واجبات الصلاه او شي حاجه. تقول لواحد مسلم تقول له خصك تنظف ولو هي حقيقه ما صعب تقول باشياء بديهيه. ها تيديك انت ماشي نقيه مثلا ما تقيش هذاك السيد ما تعديش، ما قربتيلوش ما تعديش، ما تقرب شي حاجه مشكوك فيها و15 يوم. خصنا نديرو هاد الامتحان وطني ديال 15 يوم وماشي شي امتحان صعب، ما كاينش ما سهل منه. 15 يوم مترو وكمامة وهذا ديال كمامة 15 يوم والصلاة على النبي. أنا كنصح المواطنين هو أن التنقل بدون فائدة اللي يمكن تكون سبب. انا اعطيكم واحد المثال ديال واحد العائله كنعرفها مؤخرا، مشاو حضروا لواحد الزفاف قراوا الفاتحه وبهم واحد المجموعه غير عائله قليله ما كانوش 10 الناس. ما به ان واحد من الناس وشنو حيد ديك الكمامه وقت الفاتحه؟ كانوا جوج مصابين بالفيروس، هذيك المخطوبه وهذاك الاب. اشياء بسيطه الحمد لله الحالات ديالهم ماشي شي حالات حرجه، ولكن يشوف البساطه باش شدوها. مشاو قراو الفاتحه هما صدقوا عندهم الفيروس وخصهم يشوفوا الناس اللي حداهم اللي قراب ليهم. 15 اليوم ديال التباعد غادي نقضيو عليه. شوف بحال واحد الطور سيت اون فورميل ماجيك كو جو دي كو جو مي غراتويتمون فاسيلمون لا فورميل ماجيك عملتها سحريه. هذا يقدر اي واحد وفاسيل غراتويت فاسيل اكزيكوتابل ايميدياتمون. ما كاينش فيها 15 يوم أعلن المغرب كله السلام عليكم الله بعد مني 15 اليوم وزعما هذه ماشي. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.